اليوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أحبتي، أهلا وسهلا بالذين نجلهم ونحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى زين الوجوه وزين كل لقاء، أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكيكم على الله. مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سلسلتكم الماتعة الرحمة في رمضان. أسعد أن أكون في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عاطف شاهين حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، بارك الله فيكم، كيف أنتم؟ في نعم والله، الحمد لله. أنا أرد بكم الرحمة. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. أصلح الله حالنا وحالك أخي. حديثنا اليوم عن لذة الطاعة، ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع المهم، ها نحن مقدمون على أيام فضل وعلى ليالي شرفها رب العالمين سبحانه وتعالى إذ أقسم بها. ها نحن مقدمون على ليالي العشر، هذه الليالي التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، هذه الليالي التي يكرم فيها رب العالمين سبحانه وتعالى أولياءه، يكرم فيها رب العالمين سبحانه وتعالى مريد الطاعة فيه. فكيف نستعد لهذه الليالي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. صلى الله عليه وسلم. ابتداء لابد أن يعلم أن كل الخلق كبيرهم وصغيرهم واردون تحت أمر الخطأ. الخطأ من لوازم البشر، الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وما على ذلك فالخطأ من جملة صفات البشر الأساسية اللازمة لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في قوله كل بني آدم خطاء. لكن الناس حيال الخطأ ينقسمون إلى قسمين. بعض الناس يخاف من القدوم على الله عز وجل ويستعظم ذنوبه وإن كانت قليلة أو صغيرة، والبعض الآخر يستخف بالله عز وجل وبلقائه بالقدوم عليه ويمني نفسه بسعة رحمة الله عز وجل، فلربما ترك العمل بالكلية اتكالا على هذا فيقدم على الله عز وجل بحسنات كالجبال بسيئات عفوا كالجبال، ظنا منه أنه من أهل الرحمة. والنبي بين الفارق بين الاثنين في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن يرى ذنوبه كسفح جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا فطارت. الحديث عن أهل الإيمان، وإلا فأهل نفاقهم نحن بمنأى عنهم، ونسأل الله ألا نكون من أهل هذا السلوك. يعني أهل الإيمان دائما يتطلبون المعالي والمزيد بإصلاح العيب وتدارك الخطأ والترقي في باب الوصول إلى الله عز وجل، حتى أشاد أهل العلم ببيت الشعر الذي قاله أبو الطيب المتنبي رحمه الله: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. بمعنى أحيانا تجد إنسان كامل، يعني فيه من الصفات ما يمدحه عليها القاصي والداني، من جميل أخلاقه وحسن تصرفاته وحسن عشرته مع الخلق من زوجة وولد وإجران إلى غير ذلك، لكن في عيب واحد ولا يستطيع أن يتخلص من هذا العيب، وهذا كما قال أهل العلم من استيلاء النقص على جملة البشر. لكن ليس معنى هذا أن يستسلم الإنسان لعيبه، وإنما كما جاء في الأثر، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح نسبته للنبي، حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. إنما يعده كثير من الدهماء ربما لا يتورعون عن فعل كثير من الأخطاء الشائعة العامة،
لكن أهل الصلاح والتقى والرفعة والزلفة إلى الله يتنزهون عن هذا، بل يعدون ما يعده الناس من الصغائر في حقهم وبالنسبة لهم من الكبائر. والأمر كما قال الشاعر على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. إن الإنسان إذا كان ذا همة وصاحب هدف فإنه يحاول أن يرتقي بنفسه. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، إذا كنا جميعا نوقن أننا الخطأ علينا وارد، فعلاج النفس البشرية لا يفترق في قليل ولا في كثير عن علاج البدن. أحيانا بيكون مثلا واحد عندنا شوية صداع أو مرض عابر، بروح لدكتور فبيكتب له رشطة، شوية مسكنات بسيطة مضاد حيوي خفيف، يومين ثلاثة وبيبرأ بإذن الله. لكن أحيانا يكون في داء عضال في الجسد محتاج إلى طبيب ماهر جريء، جراح شجاع على طول، ما بيستناش، بيفتح بالمشرط ويستأصل المرض. المرض هيتألم وهيتألم ألم بشدة، لكن فداحة الداء استدعت من المريض والطبيب الماهر هذا العلاج القاسي. أريد أن أفهم أولا، نحن الآن نتكلم أن فرق ما بين معصية الإنسان وما بين وقوع الإنسان في مذلة، وهذا هو طبع الناس جميعا، ولكن خير العباد خير الخطائين التوابون الذين ينيبون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم نحن الآن نتكلم عن طريق التوبة، عن طريق الإصلاح، عن طريق إزالة هذا الشبخ. فكيف أن الشيخ لو كان بسيطا يكون العلاج بسيطة، وكيف أن الشبخ لو كان عظيما، لو كان في القلب الذي هو ملك البدن يحتاج إلى هذا الطبيب الحاذق. تمام. كما قلت إن في أمراض ممكن صلاة، صوم، استغفار، ذكر، صدقة تمحو أثارها، تهذب وتجذب من سلوك الإنسان. لكن هذه الأمراض التي تفضلت بذكرها تحتاج إلى وثبة وهمة عالية وعزيمة على الاستئصال. الإنسان لا يكون أقدر على نفسه في أي وقت في العام كله إلا في شهر رمضان. بما أنه أهم وأعظم نفحة إيمانية ينعم الله عز وجل بها على أهل الإيمان والتقى، حديث النبي المشهور إن لله في أيام دهركم نفحات الحديث. لكن السؤال، ليه رمضان كان بهذه المثابة؟ أولا رمضان شهر حمية، بمعنى أحيانا يروح المريض للطبيب فيكتب له رشطة طويلة وبعدين يعمل له رشطة أطول منها الممنوعات من الأكل. ما تأكلش كذا وكذا وكذا، ولو أكلت أنا غير مسؤول، لأن ممكن أكلة معينة توديه في 60 ده. فهو حريص جدا أنه يمشي مريضه في الاتجاه الصحيح. فرمضان شهر حمية للنفس والقلب، كما أن الطبيبة يمنع المريض من كذا وكذا من الطعام والشراب. الشيطان الذي هو أصل كل بلاء في الأرض والذي يدفع الإنسان ويؤزه ويدفعه إلى المعصية دفعا، من رحمة الله عز وجل في رمضان قيده وسلسله، ألقاه جهنم حبيسا عشان تستريح من عناء المطاردة، فتلتقط أنفاسك وتستطيع أن تخلو بنفسك فتكون عليها أقدر من غيرها، لا من قبل ولا من بعد رمضان. بدأ رقم واحد إن رمضان شهر حمية. رقم اثنين، ودي أهم من الأولانية، جماعية الطاعة. في رمضان بتجد الإقبال على الطاعة، يعني ندفع إلى الطاعة دفع، عندك يسر على أداء العبادات لا تجده في غير رمضان، لا قبله ولا بعده. شوف ملايين المسلمين صائمين، قائمين، متصدقين، قارئين القرآن، مسبحين، صلة الأرحام، بر الوالدين، تعاهد الجيران، كل هذه العبادات أحيانا كتير جدا من المسلمين يقصر فيها في غير رمضان. لكن ليه في رمضان؟ إن المجتمع كله مندفع نحو الطاعة، فهذا الاندفاع الطبيعي بيقوي في ابن آدم نزعة الخير ويضعف لديه نزعة الشر. وده اللي النبي أشار إليه عليه الصلاة والسلام، يعني ربما كثير من الناس لا يهتم أو لا يلقي لهذه المسألة بالا مع أنها في غاية الأهمية. الحديث المشهور حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولعل أبو ثعلبة رضي الله عنه فهم من الآية ما يفهمه كثير من الدهماء والعامة من المسلمين اليوم في هذه الآية الكريمة، إن مالكش دعوة بالغلط وامشي جنب الحيطة، بل جوه الحيطة. وهذه الأمثال التي أودت بالمجتمع الإسلامي إن ودته في 60 داهية، يعني أمثلة خطيرة جدا. فلعل هذا الفهم توارد إلى ذهن أبي ثعلبة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر،
فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. اللي جاي بقى مهم، إن من وراءكم فتنا للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه 50 أجر منكم. أبو ثعلبة تعجب، قال بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم أنتم. وتعجب ليه؟ دول الصحابة، أصحاب السابقة والفضل والجهاد، فعلوا ما لا يفعله أحد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام، ويعني آيات القرآن الكريم في الثناء على هذا الجيل وحديث النبي لا تعد ولا تحصى. صحيح. وأكفي في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل واحد عنده جبل زي أحد كده، ذهب وفضة وفلوس ودولاراته، فأنفقه في سبيل الله لن يكافئ مد ولا نصف المد في ميزان واحد من هؤلاء يوم القيامة. الله. وعشان كده أبو ثعلبة قال بل منهم، فنبي قال بل منكم أنتم. شوف التعليل بقى ليه، قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. كأن جماعية الطاعة دي لاندفاع نحو الطاعة، لو واحد عنده 50% سوء بيحاول يتوارى، ودوافع الخير تدفعه إلى الاندفاع إلى الطاعة. ففي رمضان عندك فرصة إنك تدفع إلى الطاعة تدفعا. يبقى قولنا شهر حمية، جماعية الطاعة، التالتة أهم بقى من رحمة ربنا، ربنا عمل رمضان شهر تنزل الرحمات، كم من قوائف للتائبين والمعتقين والمرحومين في رمضان، كم من أناس كانت بداية حياتهم الحقيقية في رمضان. صحيح. يعني ربما تقابل كتير في حياتك يقول لك أنا بداية توبتي، استقامتي، اعتدالي على الطريق كانت في رمضان. أنا قابلت مرة مجموعة من الشباب من أصحابي يعني أوليائهم من 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 الأغنياء من الأثرياء، وقالوا لي شوف يا شيخ، جربنا كل حاجة في الدنيا اللي تخطر على بالك وما تخطرش على بالك. قالوا لي إلا مسألة التزام وكده، شافوا شباب معتكفين قالوا تم نخش إيه العيال دي بتعمل إيه في المساجد وبتاعوا، دخلوا ورجلهم لزقت وتابوا إلى الله، منهم الآن من أغبطه على جهاده في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب ده كله بقى نفهم منه إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعد عنه فدخل النار. ليه رمضان بقى؟ يعني تخيل مثلا بالضبط كده، طالب في ثانوية عامة وبعدين والده غني جدا فجاب له أحسن مدرسين مش في القاهرة، على مستوى مصر بطولها وعرضها، انتقلوا أحسن المدرسين وأكفأهم، وجاب له شقة واسعة وتكييفات، جاب له كل السبل الراحة عشان بس الولد يجيب في النهاية متفوق أو مجموع عالي. صاحبنا بعد كل المجهود المضني ده جاب 50% يا دوبك، مش هجيب حتى معهد. ده يستحق إيه؟ أهو بالضبط كده. شوف ربنا عمل رمضان ده بالنسبة لنا يعني فرصة سانحة إنك تعتق رقبتكم نار، ومش واحدة مش فرصة ولا اثنين ولا ثلاث، ده 60 فرصة في كل يوم وليلة. إذن طيب لو خرج الإنسان بغير ذنب مغفور وسعي مشكور واعتدال واستقامة على المنهج، إذن اللي أنا عايز أقوله بقى إن العشر دول، أولا رمضان كله مميز، العشر دول أميز ما في رمضان، وفي هذه العشر ليلة أميز من التسع. المسألة محتاجة إلى همة وتصميم وعزيمة، وإن الإنسان يفهم قيمة الفرصة التي سيقت إليه. ببساطة شديدة محدش فينا أبدا أنا مش ضامن أروح بيتي النهاردة، فضلا أن أنا أكمل العشرة، خلي عندنا طول أمل شوية، أنا مش ضامن يجي على رمضان تاني. عندك فرصة أنك تعتق رقبتك من النار وتنجو من عذاب الله ب10 أيام. وبعدين ما تحسبش، يعني أغلب الناس بيحسبوها إيه زي التجارة كده، ليلة ب1000 شهر يعني تقريبا 84 سنة أنا هنشم بقى، السنة فاتت كانت 25 يبقى ممكن السنة 27، المسألة مش كده. لا إله إلا أنت لو حسبتها، اقسم ال 84 سنة على 10 أيام تطلع الليلة بثمان سنين وشوية. تخيل ليلة في حياتك تعادل عبادة 8 سنين. فالمسألة محتاجة إلى وعي وتصميم أكيد. هذا طرح رائع. إنه أنت لا تتصيد، وإنما قس هذه المدة على هذه الأيام حتى تغتنم هذه الأيام جميعا. يعني هذا الكلام الذي طرحته شيخ عاطف بارك الله فيك على كيف أن الإنسان قد هيئت له كل السبل في هذا الشهر، ثم إنه تهيأ له السبل أكثر في هذه العشر، فنحن نجد اجتهادا من الناس أيضا، جماعية العبادة وجماعية الطاعة كما نقول، نجد اجتهادا من الناس أكثر في هذه العشر تلمسا لهذه الليلة، ليلة القدر. فأيضا وجب على الإنسان أن يعمل في هذه العشر وأن يجتهد لها وأن يجد لها الاجتهاد الذي أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يكون من الفائزين حقا، حتى لا يدخل تحت دعوة أمين السماء وتأمين أمين الأرض.
يعني هذا الإطار الماتع، نريد أن نجعل هذه النفوس ترق لذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وتخشع له وتعمل على وفق هذا الذكر. أستاذ أحمد، أنت عارف مشكلة المسلمين النهاردة إيه؟ يعني ما شاء الله ملايين المسلمين صايمين، مساجد المسلمين عاملة في رمضان، قراءة القرآن والإقبال عليه والاستماع وأنه يبحث عن إمام صوته حسن يستطيع أن يخشع وراه، كل ده وارد في رمضان، والزكاة وارد والصلاة إلى غير ذلك. لكن للأسف المردود هو أغلب الناس تظن أن العبادة مقصودة لذاتها، وليس كذلك. كل عبادة في الإسلام صغيرة كانت أو كبيرة، من 69 أو 79 شعبة المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إمط الأذى. كل شعبة من هذه الشعب لها مردود على حياة المرء في جوارحه وفي الدنيا التي يعيش فيها. وأغلب الناس أظن برضو أن الجزاء على الطاعة في الآخرة مش في الدنيا، ده غير صحيح. ربنا يكافئ على المعصية في الدنيا قبل الآخرة وعلى الطاعة في الدنيا قبل الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه هنا في الدنيا مش في الآخرة حياة طيبة، وبعدين في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في المعصية من أعرض عن ذكر فإن له معيشة في الدنيا ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا مردود الطاعة في الدنيا والآخرة، والدنيا قبل الآخرة، يعني الإنسان يشعر بالسعادة الحقيقية. ولذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم لمسوا هذه السعادة، حتى قال بعضهم نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. يعني الملك والعز والأبهة والفخفخة كل ده الناس بتسعى ليه؟ عشان تسعد في الدنيا. ومع هذا الملاحظ قديما وحديثا إن كلما ازداد الإنسان في أمر الدنيا مع نقص الإيمان حالا تأتي الدنيا مع الآخرة، ودي يعني قمة النعيم الذي يجمعه الله على عبده. ولا بأس أن يجمع الله على العبد خيري الدنيا والآخرة، صحيح. لكن إذا جاءت الدنيا من غير الآخرة من غير الإيمان بتبقى أكبر منغص للإنسان على في حياته كلها بطولها وعرضها. فقال هذا الرجل نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك، يعني الملوك يسخرون أموالهم وسلطانهم من أجل أن يصلوا إلى هذه اللذة ومع ذلك لا يصلوا إليها. وأهل الإيمان مع فقرهم وضيق حالهم يشعرون بسعادة غامرة تملأ عليهم الدنيا بطولها وعرضها، بل لو قسم سعادته على العالمين لكفتهم. الله حتى قال بعضهم إنه لتمر بأوقات أقول في نفسي لو كان أهل الجنة، المسألة تعدد بقى، فيما أنا فيه أي من السعادة والرضا والاطمئنان لهم في نعيم حقا. ابن القيم يعلق بيقول سبحان من أشهدهم جنته قبل دخوله، الله يعني عاشوا حقيقة الجنة في الدنيا، وما ذلك إلا بسعة الصدر الذي لا يكون إلا عن أثر إيمان ورضا واعتصام بالله عز وجل. فالشاهد ليه إحنا ما بنشعرش بهذه اللذة ولا نصها ولا عشرها حتى؟ لأن العبادة عندنا أنت عارف زي العادي اللي بيعمل الصبح في طابور المدرسة تمرين الصباح والمساء، يعني مسألة أوتوماتيكية بحتة، ما فيش عندنا روح العبادة، ده ما عادش موجود في كثير من عبادات المسلمين إلا من رحم، عادات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له أحد الصحابة قال أوصيني يا رسول الله، النبي قال له قال لنا من بعده قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. إحنا عنا بنصلي الشيطان يجيب لك الدنيا كلها والتيها عن دماغك يجيبها لك في الصلاة، ما هو عارف خلاص المسألة إنه أنت بتصلي ببدنك فقط، القلب ملوش نصب أبدا من الصلاة. والنبي قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام، اتنين واقفين جنب بعض رجله في رجله كتفه في كتفه في 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 الصف الواحد، قال في إمام واحد في جماعة واحدة بينهما من الأجر أبعد من بين السماء والأرض. إزاي ده عبادة واحدة، ده صلى بقلبه وده صلى ببدنه. الحسن بن علي بن بنت النبي رضوان الله تعالى عليه ورضي الله عن آل بيت النبي أجمعين لما كان يتوضى تأخذه رعدة صفر وشه كده وخاف، فنسألوه ما هذا الذي يعتريك؟ قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ شوف الفهم العالي ده، لو واحد عنده معاد مع محافظ ما بنمش طول الليل وعمال يجهز في الهدوم كان بدلة ولا قميص وهيقول له إيه وهقول له إيه وإيش، فما بالك أن تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، مش رئيس الجمهورية ولا لا ده، وكل هؤلاء محكومون بحكم العبودية، ده بني آدم لا يملك لك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا أن يملك لغيره، فما بالك أن تقف بين يدي الله عز وجل. فالنبي حبي يخلصنا من مسألة إلف العبادة، أن تكون العبادة بالنسبة لنا عادة. هنعود إلى هذه العبوديات وإلى هذه العادات، كيف أننا نحول عبودياتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى إلى عادات فتخرج اللذة
وتخرج روح العبادة وتتحول إلى شيء آخر. ولكن نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا كل خير. جزاك خير وبارك الله فيك. أولا حسبي الله ونعم الوكيل في الذين قتلوا أبنائنا وأيديهم ملوثة بدمائهم أصحاب العقول الغائبة والقلوب المريضة الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض يجب أن يؤخذوا ويقتلوا تقتيلا. فضلتك تتحدث عن الخطأ، أريد أن أسأل فضلتك عن المرتدين عن الإسلام في عهد سيدنا أبي بكر الصديق. لو أن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يحاربهم ولم يقتص منهم، فهل كان هذا سيكون خطأ أم إهمال؟ عدم الانتباه إلى الأنفاق والمعابر والحدود والمياه وتأمينهم خطأ أم إهمال؟ عدم القصاص ممن يتطولون على الرئيس بالألسنة خطأ أم إهمال؟ عدم توضيح الفرق بين الإسلام والمتطرفون وعملياتهم الإرهابية خطأ أم إهمال؟ فأريد من حضرتك توضيح لنا الفرق بين الخطأ والإهمال، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أختي بارك الله فيك، إن القلب لا يحزن على مصاب مصرنا بالأمس، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى رشدها، وأن يرد هذه الأمة إلى منهاج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الإسلام منهج بعيد كل البعد عن إراقة الدماء. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعصمنا. أختنا نهلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد، وحيا الله شيخنا الفاضل. جزاك الله خيرا. بداية أقول لقد أمرنا الله عز وجل بالعبادة والطاعة في كثير من آيات القرآن، وأخبرنا بأن هذه الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من ثم نستخلص أن طاعة الله ورسوله علامة على إيمان العبد، بل لا إيمان إلا بالطاعة، إذ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والطاعة أيضا سبب في فوز العبد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه في سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبها يبلغ الإنسان جنة الرحمن. قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وأقول إذا كان العبد حريصا على طاعة الله ورسوله طيلة العام، فإنه في رمضان ينبغي أن يكون أحرص وأشد حرصا، ذلك لأن رمضان شهر الطاعة. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله إذا جاء رمضان فإنما هو الصلاة والصيام وقراءة القرآن. وكان علماؤنا السابقون يفرغون جل أوقاتهم للعبادة التي في مقدمتها قراءة القرآن، حتى كان منهم من يختم القرآن 60 مرة كالإمام الشافعي رحمه الله. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعيننا على كل خير. نرجع شيخنا، ولكن قبل أن نرجع أختنا أم علاء آثرت مسألة نريد أن نؤكد عليها. هذا الذي حدث بالأمس وهو بعيد أيضا كل البعد عن منهاج الإسلام، وبعيد عن كل لذة وعن كل طاعة. كيف أننا نؤكد على عصمة هذا الدين من إراقة هذه الدماء الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهير المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز أبدا على الإطلاق أن يريق الإنسان دم إنسان، حتى قال أهل العلم كما قال عبد الله بن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. هذا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله عز وجل. لكن ينبغي، ما من شك إن في كل مجتمع، مش في مجتمع نحن بس، في كل مجتمع تجد فئة خارجة عن كل قانون وكل نظام وكل فطرة. يعني لو قلنا أن هم كالبهائم لو ظلمنا البهائم، البهائم تؤدي دورها في الحياة على الوجه الأكمل،
تنقاد لأصحابها وترتاع مراعيها، ولما يجي يذبحها تذبح كي يأكل منها الناس، لكن هؤلاء تنكبوا الطريق وتنكسوا الفطرة، فينبغي أن يضرب عليهم بيد من حديد. صحيح. الله عز وجل قال في حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. مسألة محتاجة إلى وقفة وأن تكون صارمة. صحيح. لأن العبث بأمن البلد وإراقة الدماء واستخفاف بحياة الناس أمر لا يقبله لا شرع ولا قانون ولا أي عرف على وجه الأرض. صحيح. مسألة محتاجة إلى وقفة صارمة. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير وأن ينشئ لنا هذه الدولة على ما يحب. اللهم أمين. نرجع إلى أمر الاستعداد، يعني هذا الأمر وهذا الاستعداد لهذه العشر الذي كما قلنا هي فرصة اغتنام لابد لنا أن نغتنمه، فعسى ألا يدركنا رمضان القادم، وعسى ألا نعيش عشرا مثل هذه العشر التي يكرمنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا الاتصال، أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ما أحترم، بس أنا عندي ثلاث أسئلة ويعني حيران فيهم بأمانة، ياريت بس يعني تدركوا يعني يشرح، يعني معلش يعني هطول في الوقت شوية. بس أخونا محمد بارك الله فيك. أول سؤال حضرتك، امبارح يعني كنت في صلاة التراويح في شيخ قال لنا حديث اللي هو تنقسم أمتي إلى 72 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فبسأله، فأنا بقول له يعني من ضمنهم مثلا اللي هو مثلا زي الإخوان التبليغ الأحزاب اللي موجودة في مصر، فقال لي جاب لي كم اسم عالم مش فاكر اسمهم بالضبط، وقال لي في واحد سألهم قال لهم جماعة الإخوان والتبليغ هل ينقسم عليهم هذا الفرق؟ فقال له اللي بيطلع عن منهج الرسول فمن ضمن الفرق الهالكة. فالرجل رد عليهم برضو قال الإخوان والتبليغ هل من ضمن الفرق؟ فقال له منهج الإخوان والكلام ده منهجهم منهج الرسول. خلاص أبشر أخي، هنوضح لك ما بعده. ده السؤال الأولين يا فندم. أيوه اللي بعده تاني. السؤال الثاني يا فندم، في شيخ عندي يعني أنا في قرية، القرية عندنا على الطريقة إخوان وسلفيين، فالناس يعني مع احترامي ليهم كلهم الناس اللي مش عارف حاجة هي اللي بتتضرر. في شيخ يعني من كانوا مع بعض هم الإخوان، السؤال يا أخي محمد يعني بدون ما تفصيل أو إلى غير ذلك، أنا أريد سؤالك ونحن نوضحه لك إن شاء الله. ماشي يا فندم، ما هو ده من ضمن السؤال. تفضل. ماشي. فهو طلق مراته، فالشيخ راح عشان يردها فما رضيش يرده، قال له أنا طلقتها فحرام، فهو دلوقتي ردها. فالشيخ اللي احنا لما نروح نصلي وراه قال لك اللي بيصلي وراه صلاته باطلة. الله المستعان. خلاص أبشر. هل صلاتنا ورا هذا الشيخ باطلة؟ أوضح لك إن شاء الله تعالى ويوضح لك شيخنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا كما قلنا يعني أمو السادات، هو بس تحليل مهم على اتصال أختنا اللي هي الثانية، مسألة القرآن وانقطاع نعم. السلف نعم. رضي الله عنهم للعبادة وقراءة القرآن المشكلة محيرة الصراحة. يعني أمة الإسلام اليوم تقدم على القرآن ليس ما في رمضان قراءة واستماعا وتدبرا وانتقاء للأئمة الذين يصلون خلفهم، لكن السؤال أين أثر القرآن في حياة المسلمين؟ هي دي المشكلة. النهاردة اللي بيحصل في البلد من فوضى قطع طريق وبلطجة ليه؟ مع أن الكل بيدعي الإسلام أن القرآن ملوش أثر في حياتنا النهاردة. السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن لم نقدر حفظ القرآن ولكن قدرنا على العمل بأحكامه. الله أكبر. وسيأتي جيل بعدنا يقدر على حفظ القرآن ولا يقدر على العمل بأحكامه. هي دي المشكلة. أبو الدرداء رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إن ابني هذا جمع القرآن، يعني حفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس. فقال أبو الدرداء اللهم غفرا اللهم غفرا اللهم غفرا يا بني إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. القضية مش مسألة، مع إن الحفظ والقراءة والتدبر كل ده يثاب المرء عليه، لكن بيت القصيد بعد هذا كله أن يكون القرآن هو الحاكم والمهم في حياة المسلمين النهاردة. يعني ما تفرحش إن أنت بتختم القرآن مرة أو اثنين أو ثلاثة أو تفتخر بهذا. أحد السلف يقول لي في كل أسبوع ختمة،
ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أنتهي منها حتى الآن. أي ختمة هذه؟ ختمة العمل بأحكام القرآن. ولعله استفاد هذا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر حفظ البقرة في 12 سنة. ماذا كان يصنع؟ مش زي ما احنا بنحفظ. احنا انت ممكن تجيب صبي من اولادنا الصغيرين 6 و5 سنين النهارده حفظ القران. كان زمان لما اقول 7 سنين 10 سنين حفظ القران طفل معجزه. النهارده ما عادش معجزه، عندنا عشرات بل مئات من اولاد المسلمين الذين يحفظون القران عن ظهر قلب. يعني المطابع تخطئ وعقل الولد لا يخطئ في ايه ولا في حرف من القران الكريم. لكن هو ده المقصد؟ لا طبعا. عمر لما كان بيحفظ القران مش زينا بالظبط، إنما منهج مغير تماما. كل 10 آيات بمروا بثلاث مراحل، يحفظهم أولا حفظا جيدا، يقيم حروفهم كالسهم. 2 يفهم كل حرف في 10 آيات، كل أمر ونهي في 10 آيات. 3 ينتقل إلى الغاية العظمى، العمل بالأحكام اللي موجودة. فاستغرق العمل بأحكام القرآن في دنيا عمر بن الخطاب 12 سنة. يا ترى النهاردة القرآن هو اللي موجود في حياتنا ولا لا؟ ملوش أي وجود بالمرة. إذن نحن أحوج من نكون إلى هذا الترتيب، إلى أن نعامل القرآن حفظا قراءة وحفظا ثم تدبرا ثم عملا. هو ده بيت القصيدة يا أستاذ أحمد في مسألة القرآن. يعني إذا ما تفرحش النهاردة، يعني شوف النهاردة مثلا الحرم المكي فيه كم 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 معتمر اليوم، وشوف في إيه من المصاحف بالملايين. لو افترضنا جدلا إن 1% من المسلمين في رمضان، مش هنقول 50 ولا 30 ولا 10، 1% فقط فهموا مراد الله عز وجل منهم من القرآن، بعد 100 سنة هنلاقي أمة بتمثل 100% أمة قرآنية. الله. لكن النهاردة عمر الأمة الإسلامية كم؟ 1400 سنوي، مش كده؟ حياة المسلمين لو جت تقاس على القرآن أبعد. لازم نكون واضحين، ما نقعدش نجمل في نفسنا وإحنا حلوين، لا، المسألة مش كده. لأن ميزان يوم القيامة مش هيجامل المسألة ان احنا عشان انتم مسلمين خلوهم على جنب واليمين لا، المسألة مش كده خالص. انما في صرامة، وهناك ميزان عدل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. فحياة المسلمين النهاردة ابعد ما تكون عن واقع الاسلام اللي بنشوفه النهاردة في دنيا الناس، ابعد ما يكون. فلازم نفهم المسألة. ليس المقصود زي ما الاخت ذكرت ان القراءة والتدبر والاستماع والبحث عن ائمة، ونجيب ائمة يعني اصواتهم حسنة واصحاب تجويد جيد عشان يصلوا بالناس، والاخ داخل المسجد مجهز شوية دموع في جيبه، او الاخت حاطة شوية دموع في شنطتها، وبعد ما تخرج من المسجد كأن شاء لم يكن. المسألة مش كده خالص. نعم، نريد ان نربى بالقرآن. بالضبط، وده اللي احنا عايزينه النهاردة. الطرق جميعا، يعني طبعا نحن لا نحكي قراءة ولا نحكي، لا طبعا، لا 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 لا، هذا، ولكن نحن نقول ده دي الوسائل. نحن نقول هذا هو الطريق، نريد ان نجمع الطريقة كلها. أحد السلف يقول: أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. بقى العمل بقى تلاوة القرآن والاستماع إليه هو ده المقصد الأسمى عند المسلمين. والمسألة مش كده، المسألة الوسائل دي تقودك حتما إذا كنت من أهل الفهم إلى العمل بالقرآن. الجن يا أخي الكريم لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا القرآن وفهموا دورهم في الحياة، فانطلقوا به داعين إلى الله. الحديث المشهور في الصحيحين: لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حجبت الجن عن خبر السماء. كان قبل بعثة النبي يسترقون السمع كما نص القرآن. فلما أرسل رسول الله حجبوا عن خبر السماء، فعملوا اجتماع أعلى كده، شوفوا إيه اللي حصل في الأرض، وقسموا نفسهم مجموعات، كل مجموعة تروح في مكان. المجموعة التي وافت أرض الجزيرة، هم ماشيين بيعيسوا في أرض الجزيرة، إيه اللي حصل في الكون؟ وافوا النبي في عتمة الليل يصلي الفجر بأصحابه عند جبال تهامة. ابن عباس يقول نص الحديث: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فلما انتهى. وده فرق كبير جدا بين السماع والتسمع. احنا بنسمع القرآن لكن لم نتسمع القرآن بعد. تعرف بالضبط زي ايه عشان الاخوه اللي بيسمعوا يفهموا؟ انا جاري مثلا راجل مش كويس ومشغل لي اغاني ليل ونهار، او راكب تاكسي واحد مشغل اغاني وانا مش عايز اسمع اغاني، بس غصب عني ما حدش بيقفل ودانه. انا ممكن اقفل عيني لكن مش هقفل وداني. فالكلمه دخلت وانا مش عايز اسمعها، انا لا احاسب لا الام عليها شرعا. لكن التسمع بقى ارعيها سمعي وانتباهي. احيانا بكون مثلا صاحب بيتكلم مع اخ جنبي منه مثلا، وانا بسمع كلمه وكلمه ما تروحش تروح مني، لكن لما احب اسمع بقوم يعني ايه اركز فاسمع كل كلمه. هو ده الفرق بين السماع والتسمع. الجن ماشيين بظروفها، سمعوا كلام غريب اول مره يسمعوه فوقفوا،
فلما تسمعوه فجال القرآن بأرواحهم وأجوى فيهم قالوا كلمة الحق التي قصها القرآن عنهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا, دي تقابل تسمعوا, يستمعون تقابل سمعوا. وده اللي احنا عايزين نقوله بقى, عايزين الأمة تنتقل من سماع القرآن إلى تسمع القرآن لتقول ما قالت الجن, إنا سمعنا قرآنا عجبا. يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا, يعني شوف هما سمعوا فتسمعوا ففهموا فانطلقوا داعين إلى الله. ودي أعلى مقامات الإسلام أن تكون داعية إلى الله عز وجل, تدل الناس على منهج الحق. فهموا, يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا ترى النهاردة فين القرآن في حياتنا؟ عائشة لما سئلت من قبل أحد التابعين عن خلق النبي, أولا التابعي كان ذكي جدا, ما سألش عن عبادة النبي علاقته بربه, هو سأل عن الأخلاق. نعود إلى هذا التفصيل, إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, لأننا أحوج ما نكون إليها في هذا الزمان, لأنها أخلاق القرآن. ولكن نستقبل أختنا أم أسماء. السلام عليكم. نعم. أم أسماء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلنا عليك. حياك الله يا أستاذ أحمد وبارك الله فيكم, وكل عام وأنتم بخير. وحيا الله الشيخ عاطف, واستمتعنا بما تكلم به من علم كثيرة, ويا ليت لا تكون أول مرة أن تستضيف فيها مثل هؤلاء العلماء الربانيين. إن زلت لي بهذه المشاركة وهي أيضا عن القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. يوم سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أفضل الأعمال في القرآن في رمضان فقالت القرآن. رؤية تصلي الضحى ثم تقرأ القرآن, ثم تصلي الظهر وتقرأ القرآن, وهكذا كانت تفعل في الصلوات كلها. فقيل لها في ذلك فقالت أوليس شهر القرآن؟ ثم إن الله تبارك وتعالى قد راجع رسول الله جبريل قد راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان آخر رمضان مرتين. فهي ليس القرآن قراءة فقط ولكن التدبر. فلقد تدبرت عائشة رضي الله عنها القرآن, دخل عليها ابن أختها رضي الله عنه وأرضاه وهي تصلي واقفة تصلي, فوجدها تقرأ قول الله تبارك وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم رجع واشترى أغراض من السوق ووجدها في هذه الآية الكريمة. وهي هو شاب من التابعين قد عاهد ربه أن يشتري منه حورية بثلاثين ختمة, فقرأ 29 ونام عن 30. جاءته حورية في المنام تقول أتكتب مثلي وعني تنام, ونوم المحبين عني حرام, لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام, الحرف منه مضاعف وميسر, شقي الذي عن حكمه قد أعرض, حب إليه لحفظه وتأخذ, ورجو رضا الرحمن سبحان والمساء. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أخونا أبو حمزة من الأردن, السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذ أحمد, وجزا الله شيخنا خير الجزاء. ما أجمل أن يكون الحديث عن القرآن, فلن تحيا الأمة سعيدة كريمة إلا إذا فعلت فيها القرآن, إلا إذا عاشت القرآن قلبا وقالبا. فلما وصفت أمنا عائشة رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفته بأنه كان خلقه القرآن, كان قرآنا يمشي على الأرض. فينبغي علينا أيها المسلمون أن يفعل القرآن في حياتنا. ولذا فأنا من هذا البرنامج أتوجه بخالص العزاء إلى أسر إخواننا الشهداء بإذن الله في السويس, وأهيب بأهل السويس أن يقفوا إلى جنبا إلى جنب بجانب إخوانهم من الجيش, ويبحثوا بكل ما أوتوا من قوة عن من فعل هذه الفعلة الخبيثة, فهم لا يمتون للإسلام بصلة. ثم إن وجدوا يصلبوا, أرجو أن يصلبوا على الكمين الذي فعلوا فيه الفعلة الخبيثة, ويظل عبرة إلى أن يموتون وهم مصلبون. فهذا حد الله. فلن تستقيم الأمة إلا إذا رجعت لشرع الله. فوالله نحن في كرب وعناء مرير من الأمس, فنحن في الخارج قلوب على مصر, فشعب مصر ذكي عبقري ليس كغيره من الشعوب, يضحي بانقطاع الكهرباء, يضحي بالطعام, يضحي بالكساء, لكن لا يضحي بالأرض ولا بالعرض. فأهيب بإخواني في السويس
أن يقفوا بجانب الجيش حتى يحموا الأرض والعرض. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يمكن لمصر ويحفظها، وأن يمكن فيها شرعه ليحكم فيها بكتابه وسنة نبيه. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وأصلح الله حالك وحال أهل الأردن جميعا، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا المراشات. نرجع إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. أنت عارف يا أستاذ أحمد، مشكلة المسلمين حافظين كثير من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقت بالنسبة لنا يعني شيء عادي في حياتنا، لكن مع قليل من الفهم تستطيع أن تستنبط المعاني الكامنة في كلام الله تعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هو إيه الخلق؟ يعني علماء السلوك يقولون الخلق هو رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين، وده اللي بيفرق العلماء السلوك بينه وبين الطبع والتطبع. هو سأل عن طبع النبي عليه الصلاة والسلام مش تطبع النبي. حنا واحد مثلا يكون طبعه بتنرفز بسرعة، عصبي، لسانه طويل، لكن في واحد وبيحاول يبقى عكس كده، وفي واحد بطبيعته خلوق طويل البال. فسأل عن هذا النوع، عن طبع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. ببساطة شديدة كان يحكم القرآن في كل مشاعره وفي كل ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام تجاه الآخرين. هو ده المقصود النهاردة. ببساطة شديدة القرآن ده أخرج أمة كانت تعيش على هامش الحياة والتاريخ، ما كان لهاش أي وجود على الإطلاق. صحيح. حتى أعدائها المجاورين لها ما كانوش بيعملوا لها أي حساب. فجأة في أقل 23 سنة تقريبا مدة الرسالة وجدوا أنه في أمة اللي كانت عايشة على هامش الحياة اللي ما كانتش موجودة أصلا صار ذا شأن ذا مكانة، بدأت تغزوهم في عقر دارهم. سألوا الناس دي جم منين، من الذي أخرجهم؟ القرآن هو العلم الفدول، والنبي قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين، ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله أمن البشر. كان كل نبي ربنا إله بجملة من المعجزات الحسية عشان الناس تصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. مش معناها أن النبي ما كان لهش معجزات تانية، إنما المعجزة الباهرة العظمى الواضحة في رسالة النبي كانت القرآن الكريم. والنبي رجى من وراء القرآن الكريم أن يكون أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، إن سواد أمتي. النبي رجى أن تكون أمته شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، فكان عليه الصلاة والسلام. يا ترى القرآن اللي غير دول اللي كانوا أجلاف بوادي عايشين في الصحراء لا يعرفوا عن الحياة شيئا إلا ما يحلب به شاته أو ناقته، لما يجوع يحلب اللبن ويحلب النقة ويشربها، لما يحب ينام يفترش الأرض ويلتحي في السماء، ده كانت نهاية معارفه من الحياة. فجأة صاروا قادة أمم، علموا الدنيا الحضارة والأدب والأخلاق والاتزان والاستقامة على المنهج. جه منين؟ لأن الناس دي فهمت القرآن، لأن ربنا كما قال بلسان عربي مبين أنزله، وهؤلاء أهل اللسان العربي، ففهموا مراد الله عز وجل من القرآن، فأخرجوا القرآن إلى حيز الوجود. معاذ بن جبل يقول تعلموا ما شئتم، تعلموا ما شئتم، فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. هي دي مشكلتنا. لو أنا قرأت آلاف الكتب وتصدرت المجالس وأشير إلي بالبنان، ما له قيمة عند الله حتى ينظر الله إلى عقدة عملي. هي دي المشكلة. إن الأمة النهاردة اللي بيحصل في, 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 في بلدنا الخبر يعني ما أظن تسرب إلى قلب إنسان إلا وامتلأ غما وحزنا من الأمس. لكن ببساطة إيه اللي بيحصل ده؟ ما فيش وجود للقرآن في حياة المسلمين. يعني لو في ذرة إيمان مش هيحصل الكلام ده. لكن ده اللي بيحصل في الأمة النهاردة من الفوضى الخلاقة واللا خلاقة، المتعمدة وغير المتعمدة، الاستهتار، سوء الأخلاق. انت كلم أي حد في الشارع النهاردة كده، مبارح بالأمس شكله بسيط جدا بين اتنين، أسوأ الألفاظ تسمعها في حياتك، وعمال يكلم الناس ولا يعني هذا الفجر المتعمد ليه؟ وللأسف مسلم وعايش وسط مسلمين وفي شهر رمضان ليه؟ القرآن ملوش وجود في حياتنا. احنا محتاجين القرآن يفعل. يا أيها المسلمون، ليست القضية في القرآن القراءة فحسب، القراءة والتدبر والحفظ والفهم وتفسير الأمة التي ملأت الأرض، كل دي كي تكون معينا لأن نجعل القرآن محور حياة. وإذا كما قلت يعني كل هذه الآفات التي نعيش فيها سببها بعدنا عن
الغاية اللب من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وسببه أيضا أننا حولنا عباداتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى إلى عادات، أمور تمر علينا فنصنع فيها مثلما كنا نصنع في السابق، مثلما كان يصنع آباؤنا وأجدادنا، بدون روح، بدون معرفة بعظمة هذه العبادة وبعظمة الخالق سبحانه جل في علاه، بعظمة من نعامل سبحان ربي. يعني إذا نحن الآن نتكلم عن الفرق بين هذه الطاعة وبين هذه العادة، بين هذه اللذة للعبادة، اللذة للسير على مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين هذه السعادة الموهومة التي تتسرب إلى نفوس بعض من الذين يعرضون عن منهج ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع هذا؟ هو أولا في نقطة مهمة جدا في حياتنا، حق الله عز وجل علينا هل متمثل في الأركان الخمسة المذكورة في الحديث النبي بني الإسلام على خمس؟ يعني لما أقول في اليوم 10-20 ألف مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بصلي الخمس فروض وفي المسجد، وأدرك تكبيرة الإحرام، بصوم رمضان، عندي فلوس بحج وبزكي، كده ربنا خد حقه؟ هو ده مال الله علي؟ من المفترض بعقد العبودية الذي بين العبد وربه، أنا جئت هنا كي أكون عبدا وما خلقت الجن والإنس، الآية الكريمة. يبقى ربنا خلقنا لغاية واحدة، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل كما أمره ربه تبارك وتعالى. هذه العبودية مفروضة على المسلم في كل وقت وحين، في كل لحظة تمر عليه، في كل حال، في فقره في غناه، في مرضه في صحته، في رفعته في وضاعته، في كل وقت الله عز وجل له عبادة. مش شرط أن أنا يعني لما صلي خلاص ربنا خد حق، المسألة مش كده، المسألة أبعد وأعمق من كده، إنك تعبد كل ذرة في جسدك وروحك ونفسك لله عز وجل، وتعبد الكون من حولك لله تبارك وتعالى. الوظيفة الأسمى، الوظيفة الأسمى، فحق الله أعظم من أن يوفيه إنسان، والنبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو النبي أسبق الخلق وأعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي ما استطاع أن يوفي الله حقه، فما الظن بمن دونه؟ يبقى المسألة لازم نفهم أن حق ربنا أوسع. طيب أنا كي أعبد الله عز وجل عبادة حقيقية فأشعر بهذه العبادة في حياتي، وزي ما قلت حديث النبي اللي هو التفاوت بين رجلين قاعدين في صف واحد ويصلون في صف واحد والأجر متفاوت كالسماء والأرض، والنبي قال للرجل صلى الصلاة فلا يكتب له من صلاته إلا النصف الخمس السدس، ربما لا يكتب له من صلاته شيء على الإطلاق، لأن ليس المقصد الأسمى في الصلاة في العبادة عموما عبادة البدن، إنما الأقصد الأسمى عبادة الجوارح، عبادة القلب، وعبادة القلب والروح أسبق إلى الله عز وجل من عبادات الأبدان. النبي قال في غزوة تبوك والناس على مقربة من تبوك قعدوا شهرين ماشيين في الصحراء مع شدة العناء وقلة الزاد والمؤنة، قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر، فقال الصحابة متعجبين وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. هؤلاء الذين عناهم الله بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم، الآية الكريمة. الشاهد أن حديث النبي صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لو واحد مشلول لأركان الأربعة وصلى هو نائم على ظهره على فراشه لا بحرك إيد ولا رجل ولا عين، ربما يصلي هذا المشلول صلاة تكون أسبق من صلاة الصحيح الواقف خلف إمامه قائما راكعا ساجدا. لأن المسألة هنا إيه؟ أين نصيب الروح من العبادة؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحاول يخلص هذه الآفة من عبادة الناس، لما قال للصحابي في الحديث اللي ذكرناه إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، إنك أنت عارف استشعار الوداع أستاذ أحمد في أي عبادة على الإطلاق، لو إحنا الاثنين متقابلين وأنا مسافر مش إيه ما عنديش ظن إن أنا هموت ولا حاجة، أو أنت مسافر مثلا السعودية ولا حاجة، فالسعودية مثلا كلها شهر شهرين وهترجع، أو عقد عمل سنتين ولا حاجة، فبتلاقي اللقاء ده له معنى، مع إن مثلا كنا بنتقابل كل يوم أصحاب بتشوفني كل يوم وبشوفك، لكن عشان إحنا هنفترق الآن خلاص، بتلاقي اللقاء له حميمية وروح وفي معاني، وبنحاول يبقى حتى الحضن نفسه يبقى له معنى آخر، مش كده؟ الصحابة فهموا الكلام ده،
لما النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العرباض بن سارية: وعظنا النبي موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لما شافوا أن الموعظة دي مش على النسخ، أن النبي كان يخلص دائما صلى الله عليه، قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول، فأوصنا. استجماع الوداع لاستخراج وصية قد لا تتكرر مناسبتها. نرجع إلى نصيب الروح من العبادة وإلى هذه الوصية من مودع صلى الله عليه وسلم، ولكن نستقبل هذا اتصال. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، وحيا الله ضيفك الكريم، ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيكم. أنا عايز أقول: من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. في الحقيقة وللأسف الشديد، إحنا يعني المجتمع بتاعنا عايز يفعل القرآن في العبادة فقط، وهذا ما جعلنا نفترق ونحزن وتحصل فرقات وتحصل اختلافات. فلو سبحان الله فعلنا كتاب الله بكلماته وأفعاله ومعاملاته وكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى لسعدنا في الدنيا والله والآخرة. ولكن يريد أعداؤنا الفصل بين معاملاتنا وعيشتنا وحياتنا وبين القرآن. سبحان الله، هل يوجد دستور أو أي شيء أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وضع الله فيه كل مكونات الحياة وكل أحكام الحياة، ودستور يحكم به كل قرن وكل حين وكل وقت. سبحان العظيم، هذا العظيم الذي لا يخطأ، بل البشر يخطأ، ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى يخطأ. واقتصروا على كتاب الله في الأموات وعند الميات وعند الأحزان فقط. سبحان الله، أين تخيل كتاب الله في القول وفي العمل وفي إعمار الأرض؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يطبقون شرع الله في القول والفعل والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير أم محمد، بارك الله فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير يا شيخ. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. بارك الله في الشيخ وجزاه الله خيرا. أصلح الله حالك. ممكن أشارك وأطلب طلب إن شاء الله؟ تفضلي يا أختي. من أجل ما تتطهر به القلوب مع مشرق رمضان هي التوبة، فيفتح العبد عن قلبه الحقد. الحقد. ممكن ثانية يا شيخ؟ أنا أسمعك يا أختي، تفضلي. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يعني لأجل يعني بعض الضوضاء التي بجانبك لم أستطع من سماع السؤال، بارك الله فيك وأصلح الله حالك يا أمة الله. نصيب الروح من العبادة كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الموعظة من النبي فاستشعروا عمقها وشمولها، طلب منه أن يوصيهم وصية جامعة مانعة عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى للنبي استشعره في حجة الوداع، وأمة الإسلام بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله في أرض عرفات. واستشعر النبي ربما لن يلتقي بأمته في مثل هذا الجمع مرة ثانية، قام في الناس خطيبا فقال خطبته العصماء: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فجمع لهم ما تفرق في دعوته في 23 سنة في هذه الخطبة البليغة القصيرة، جمع لهم أصول الإسلام وفروعه في كلمات، قائلا: خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عام هذا. الشاهد أن الإنسان إذا أدى العبادة على هذا النحو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فصل صلاة مودع، يستطيع أن ينتفع في ذاته وفي من حوله بهذه العبادة. عشان كده كان السلف رضي الله عنهم يشعرون بروح كل عبادة. كانت الصلاة لها روح، والذكر له روح، وقراءة القرآن لها روح، والصدقة لها روح. فكانوا يحيون حياتهم بروح كل عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل. يعني أحد الصحابة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، أعرابي جاي من فجاج الصحراء ليعلن كلمة التوحيد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي دعاه إلى الإسلام ثم رغبه فيه وقرأ عليه من القرآن سورة الزلزلة. فقال الأعرابي: كفى هذا. لما بلغ النبي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال: كفى هذا، وانصرف الرجل. لكن القضية مش في انصرف الرجل، شهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم:
انصرف الرجل وهو فقيه. الله يا ترى الرجل ده فيهم ايه من الصوره القصيره دي؟ فيهم ايه حتى اكتفى بها فخرج من بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وستقود حياته صوره الزلزال. الشافعي يقول لو لم ينزل من القران الا صوره العصر لكفت الامه. يا ترى الشافعي فيهم ايه من الايه من الصوره؟ كلنا حافظينها لكن ما حدش فينا فاهم. كتير جدا منا حافظ نص وربع القران القران كله لكن ما حدش فاهم حاجه منه. هي دي المشكله، ان بنصلي من غير روح. ده احيانا نصلي لو واحد الله يعزك شاري جزمه جديده عمال يفكر سرقت ما سرقتش، يحط فرده فين فرده في الشمال عشان ما حدش يخطفها، لان الوقت الحراميه تطوروا فهو برضه بيتطور معاه. الى هذا الحد المتدني في عبادتك، قل بربك كيف تستفيد من هذه الصلاه وانت بهذه الروح الخسيسه في عبادتك لله عز وجل. الله قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اي صلاه؟ صلاه حقيقيه مش اللي بنعمله. لما النبي عليه الصلاه والسلام زار ابو الهيثم بن التيهان، ابو الهيثم كان من اسرياء الانصار، والنبي زاره كان ابو بكر وعمر وبعض الصحابه. فالشاهد ملخص القصه ان النبي لاحظ ان ابا الهيثم هو الذي يخدم اضيافه بنفسه، وكان هذا على غير عاده العرب لا سيما الوجهاء والاثرياء منهم. فالنبي قال له اليس لك خادم؟ قال لا ما عنديش خادم. فالنبي قال فاذا جاءنا سبي فاتنا، لما يجلنا سبي تعالى نديك عبد يخدمك. فالنبي اتي براسين لا ثالث لهما فارسل الى ابي الهيثم. فجاء ابو الهيثم رضي الله عنه ففضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر ايهما. فقال ابو الهيثم بادب بالغ بل اختر انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاه والسلام المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته يصلي. السؤال هو التاني ما كانش بيصلي؟ مش مسلم يعني؟ طبعا مسلم، بس لما النبي قال ده بيصلي يصلي صلاه حقيقيه، والا فصلاه الاخر ليست كصلاه هذا. فالشاهد عشان تشعر بلذه العباده لابد ان تصلي بروحك، ان تخلص لله عز وجل، ان تقبل على الله، ان تطلق الدنيا. يا اخي لما بترفع ايديك الله اكبر تكبيره الاحرام تطلق الدنيا تلقيها وراء ظهرك بخلف يدك. فاقبل على الله، مش تصلي وانت منشغل. النبي في الاثر ان الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده اذا قام في صلاته، اذا اتجه الى القبله. فاذا انصرف العبد عن ربه قال الله اي عبدي انا خير مما تلتفت اليه. فإذا انصرف ثانية قال الله أي عبدي أنا خير مما تلتفت إليه. فإذا انصرف ثالثة صرف الله وجهه عن وجه عبده، إذ لا خير في عبد يصرف عن ربه في صلاته ثلاثة. لا إله إلا الله، هذه نقمة، نقمة الصرف. أن يصرفك رب العالمين سبحانه وتعالى عن الخير. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا روح العبادة، وأن يرزقنا الإنابة والطاعة على منهاجه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شيخنا شيخ عاطف، للأسف وقتنا قد نفد، وأنا أعلم أن الحديث رائق الرقراق، ولكن أحوج ما نكون أن نعمل به، وأحوج ما نكون أن نتذكر به. طيبة وطابت أيامك، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. اللهم آمين يا رب. أحبتي بارك الله فيكم، نحن في موسم أكرمنا به رب العالمين سبحانه وتعالى وأعزنا، وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي. نريد هذه المكارم، نريد هذه المعالي، نريد هذا الفعال. إنا عاملون بمنهاجك يا رب، وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم سائرون. نريد أن تكون هذه هي نقطة انطلاقنا من هذا الشهر، فنغير قلوبنا ونغير أسرنا ونغير أحوالنا بمنهاج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيبتم وطابت أيامكم، وإلى موعد قادم إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. دمتم في أمان الله وطاعته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت